عادات التقاليد هون نحن كرمضان أسرة واحدة بيت واحد تعتبر طبخة واحدة، لأنه لهلا نحن متناقلين الطبخات من بيت لبيت وضيافات، واللمات الشامية القديمة لهلا موجودة وكعائلة واحدة. وأول يوم رمضان بعتقد أنه أغلبية الشوام عائلة واحدة ببيت واحد وطبخة واحدة. وهلا بتفوتي أنت بأدان المغري بتلاقي ست سبع طبخات، ولكن ست سبع طبخات من عند الجيرة، وكل جار بهالشكل. أنه على تقاليدنا وعاداتنا ما تغيرت، انه بنضل بنحب بعضنا والبعض ان شاء الله، وما بنخلي الغريب يتداخل بيناتنا باي طريقه من الطرق. محبه رمضان بين الناس تتلازم فيه بال... وخصوصا الاحياء القديمه، يعني لحد الان بتلاقي عالم لحد الان على الفطره القديمه، الطبخه بيسكبوها بياخذوها لجارهم، جارهم بيرد لهم اياها، يعني هي الشغلات اللي لساتها موجوده الحمد لله، يعني ما قطعت بكل البلد. الاكل كله موجود الحمد لله، نحن هون مختصين بالفول والحمص والتسائي، هي على الفطور يوميا، يعني هي لابد منها. الحلاوه بالعجقه، الاسره كلياتها بتقعد سوا، هي هي. العادات تبعاتنا معروفه طبعا، الميدان الشاغور، الاغاني الشعبيه القديمه، طبعا المعايدات، الفطور، السحور، هلا صارت يعني رجعت، يعني كانت من زمان ورجعت، هلا نتسحر عن بعض، الفطور مع بعض، المعايدات، السهرات الرمضانيه معروفه طبعا ما بنبني نحكي عليها.